في طريقي إلى مدينة محمد الغزلان، كان علي أن أستعد لرحلة مداها 786 كيلومتر، ولكن الاستعداد الحقيقي كان نفسياً بالأساس، اعتباراً لكوني مقبل على منطقة زاخرة بعبق التاريخ وفرادة أهلها ثقافة وتراثا. يقع مركز محمد الغزلان في الجنوب الشرقي للمغرب، قرب مدينة زاغورة بحوالي 100 كيلومتر. واحة محمد الغزلان هي هبة من هبات نهر درعا العظيم، وعلى مشارف المحاميد قررت أن أتوقف كاستراحة مسافر بقصر ولاد دريس. هذا القصر الذي صمدت بعد معالمه أمام عوات الزمن بشموخ وإباء أزيد من 5 قرون، كما يؤكد ذلك بعض الباحثين ومهتمين بتاريخ المنطقة. بالنسبة لقصبة ولاد دريس أو قصبة ولاد دريس أو دوار ولاد دريس، والحقيقة أقصر، لأن في التسمية ديال الدرعة كنلقاو غالبا ما يسمون قصور. قصر ولاد دريس يعود في تأسيسه أو بنائه حسب الرواية الشفوية إلى بداية القرن 16، وهناك من يقول بداية القرن 17، والأرجح أن ولاد دريس بنيت في القرن 16 حسب المعالم التاريخية ديالها، وحسب مجموعة من كذلك من المعايير كالنخيل الذي فيها، مما يفسر بأن القصبة كانت قبل القرن 17. إلا أن قصبة ولاد دريس الشيء اللي طاب عليها أو غلب عليها أنها تعرضت إلى تغيير البناء ديالها، تغيير ملامح القصبة أو القصر بشكل عام، لأن في بدايتها إلى حدود أواخر 60 كانت القصبة يحف بها السور يفوق 7 أمتار، بالإضافة إلى ذلك كانت لها 7 بروج، وكانت لها كذلك 7 أزقة بتسميتهم، كل زنقة لها تسمية. ثم بالإضافة إلى ذلك كان باب رئيسي واحد لمدخل للقصبة، وللأسف بعد ما تم توزيع الأراضي بين سكان القبيلة تم توسيع الدوار أو القصر، وغيرت بناء أو غيرت مورفولوجيات أو شكل القصبة وتغيرت ملامحها، وبعد ذلك عرفت تغيير في الحقيقة على مستوى الشكل، على مستوى المداخل للأزقة. هذا مما يفسر بأن سكان المنطقة لم يعرفوا أهمية هذه القصبة. بعد هذه الاستراحة ها أنا أمام مدخل محميد الغزلان، هذه الواحة الصامدة والمصرة على أن تبقى خضراء يانعة رغم نظرة الموارد المائية وبنخلها الباسق كحراس لهذا المرج الكبير. يرجع أهالي هذه الواحة اسمها لتواجد الغزال بها بشكل كثيف، وأنها كانت معبراً أساسياً للقوافل محملة بعدة بضائع والرابطة بين المغرب وعدة دول إفريقية. سميت بهذا الاسم كون في زمن ماضي كان تواجد الغزال إلى حدود 80، وبسبب تمدن فرق أو قطيع الغزال غادر هذه المنطقة، لكن لا زال هناك الغزال نواحي محمد الغزلان، وبالخصوص منطقة تسمى منطقة شقاقة ومنطقة سياحية. ونعود إلى حياة ترحال، حيث كانت القوافل تجوب الصحراء الكبرى ولم تكن آنذاك حدود بين الدول، يعني بطريقة أخرى يتنقلون بكل حرية، إلى درجة أن القوافل كانت تصل إلى شمال مالي وإلى السودان في زمن بعيد، محملة بمواد من هنا كالنسيج والمواد الغذائية، وتأتي بالملح ومواد أخرى. يمكن اعتبار أن الترحال هو مركبة أساسية لساكنة محمد الغزلان فيما مضى، وذلك بغية إيجاد مراع لماشيتهم وإبلهم. ديك الساعة كانوا الناس عايشين غير ما عندهم ضوء، كي يجبدوا الماء غير من البيار،
ويسقوا غير على البهايم وعلى الجمال ويرحلوا على الجمال، عايشين غير في الجبال. وكاين فين واحد التوقيت فاش ما كيديروا حتى الخيام، كيقعدوا غير تحت الشجر ويديروا غير واحد الزريب هكا تاع غير الحطاب والطالح، وتمشي المرات تسرح لين تجي الى الليل عاد اللي تطحن بالرحى ودير داك سكسو طيبو ويتعشى وعادي. ما كان عايشين غير بداك الشيء تاع الصحراء، شجره كيقولوا ليها الحاره كيخضروا بها ايواياك وصافي. والدنيا وعايشين غير بالتمر والخباز واللبان والكليله وصافي، ويرحلوا هكا ويمشوا. علاش كنتو مثلا زعما كتمشيو من المنطقه نلقاوكم شهر هنايا شهر جاي نلقاوكم في بلاصه اخرى؟ اييه كيتبعوا الناس الربيع، عندهم الحيه عندهم الجمال عندهم الشياح عندهم كل شيء، ويمشوا كيرحلوا هكا يقعدوا سيمانه جوج سيمانات في ديك البلاصه، يلين يقولوا هاد البلاصه راه ماتلا فيها ربيع ويعاودوا يتحولوا لبلاصه اخرى. ويسكنوا زاد هكاك، كنقولوا ليه حنا كنسموه العزيب، كيعزبوا والله يخليهم معينهم وخيمتهم وداك الشيء في واحد المنطقه ويمشوا لمنطقه اخرى غير كيعيشوا فيها. ايوا نهار زاد يكون الخير راه يجلس في البلاصه حتى شهرين ولا ثلاث شهور ولا اللي جاب الله. إن تراث المنطقة الثقافي والاجتماعي المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالرحل ونمط عيشهم. فالترحال لم يكن مورد رزقهم فقط، بل تعده إلى أسلوب حياة، اعتباراً لما أسلفناه ووعياً من طرف أبناء المنطقة برمزية هذا التراث وبعده الأنثروبولوجي، انبرى بعض شباب المحاميد لتنظيم مهرجان يعنى بحياة الرحل وخصائصها. هذا المهرجان الذي اختاروا له اسم مهرجان الرحل، والذي أصبح موعداً أساسياً في لائحة المهرجانات المغربية، حيث صادفنا تنظيم دورته 16، حيث اختار منظمه أن يزامنه مع موسم الولي الصالح سيدي ناجي. رسالة لأجل فك العزلة على محامي الغزلان عبر الثقافة والترحال، عبر المكونات الطبيعية والثقافية المحلية، ولكن هناك طموح لأن نجعل محامي الغزلان وجهة عالمية لعشاق الترحال وثقافة الترحال وثقافة الصحراء عموما. يعني إذا كنا كنتكلموا على مهرجان الرحل، فنحن نتحدث عن إن كوز أديفوندر، اخترنا هذا التيمة لنجعل الترحال خيارا ما نفرضوش وما نتمسكوش به، ولكن نعلو الصوت أن هذه الشريحة من المجتمع لها الحق في أن تعيش، في أن تحيا، في أن تستمر في نمط عيشها. في نهاية المطاف فكرة المهرجان جات وتوغ ديال الميزيك، والموسيقى كانت خير وسيلة للجذب، هي نواة المهرجان لأنها تجذب عشاقا كثر وأيضا مهتمين كثر وصانعي قرار
ليروا ما يعانيه هؤلاء الرحل رغم جودة وبساطة نمط عيشهم، وبالتالي كيتم تحسيس صناع القرار سواء دبوشة وغايب الحضور المباشر أو عبر الإعلام أنك توصل لهم رسائل يجب أن نهتم ونجعل من هذا النمط خيارا. مهرجان الرحل عبر 16 سنة عاش تجارب مستقبل فنانين عالميين اللي ولوا سفراء لمحمد الغزلان في الجنوب المغربي بغناه وتنوعه وسحره وطبيعته الخلابة وحسن ضيافة أهله، خليناهم سفراء بالإضافة للجمهور الرائع كيجي لمحمد الغزلان تيولي أيضا خير سفير للجنوب المغربي. أبار أننا كنخلقوا الساكنة المحلية واحد الفضاء واحد المتنفس ولاكسي على لاغ الى كلتور دين فاسون غراتويت ا بروكسيميتي، نجد عائلات ما كتتلاقى في العام كله وتخرج مجموعه الا في هذه التظاهره. هذه اللحظه الحميميه يمكن نقولوا اننا كنهديوها او على الاقل كنمنحوها لهاد الساكنه اللي من حقها. بقدر ما تعانيه منطقه محميد الغزلان من التهميش والاهمال، بقدر ما يمثله حب الشباب للمنطقه وارتباطهم بها مستقبلا للمنطقه واملا لغد افضل. Thank you.